سنة ونصف ورجال مقبنة يصدون الميليشيات الانقلابية الإيرانية في منطقة حمير والمناطق المجاورة لها على امتداد جبال وأودية شاسعة، ويتكبد العدو فيها عشرات القتلى على حدود هذه المناطق المغلقة في وجهه. هي تمثل جزء بسيط من جبهة مقبنة، وهي الجهة الجنوبية في عزلة اليمن. نحن الآن في منطقة قهبان، هذه الجبال المرتفعة التي جاء إليها هؤلاء الحوثيين وهؤلاء الانقلابيين، يعني ليس لهم هدف، يعني هذه الجبال الشاسعة، يعني ما الأغراض منها لا ندري، لكن هي ربما أطماع أهواء أمزجة، ليس لهم هدف إلا القتل التدمير النهب. هذه الصور من رأس جبل الشيخ سعيد المطل على مصنع اسمنت البرح والكمب ومفرق شمير والطريق الواصل من تعز إلى المخا. اعتلاه الجيش الوطني قبل يوم واحد، ومنه يتم السيطرة على الكثير من القرى والعزل. جميع المتحوثين من أبناء المنطقة أنه يعني لم يتبقى من الوقت الكثير، نتكلم بهذه الروح وبهذه المسؤولية حتى يعني يراجعوا حساباتهم، حتى لا تأتي لحظة من اللحظات لا يستطيعوا أن يلتقطوا أنفسهم أو لا يستطيعوا أن ينضموا إلى الشرعية. اليوم ما زال في الوقت متسع. أصبحت الميليشيا الانقلابية الإيرانية تركز على هذه الجبهة وتحاول مرارا وتكرارا بشتى الوسائل والطرق ومختلف الأسلحة من أجل إسقاط أو محاولة إسقاط هذه الجبهة لتأمن الجانب الشرقي ثم تنقض من جديد على جبهة الساحل. رجال مقبنة الذين يعرفون مناطقهم جيدا ويسيطرون عليها ويحمونها من الغزاة الذين يأتون بأفرادهم إلى هذه المناطق والقرى الغريبين عنها ليعودوا جثثا على أطقمهم التي حملتهم، ويبقى أبناء المنطقة فوق قراهم وجبالهم وأملاكهم بكل شجاعة.